يجسد اللقاء الذي جمع في العاصمة القطرية الدوحة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وأخاه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، علاقات الأخوة بين البلدين الشقيقين، ويأتي استمراراً لمسيرة التعاون بينهما وتوثيقاً للروابط المشتركة وبحثاً لكافة جوانب التعاون التي ترتقي بهما إلى المستويات التي تلبي تطلعات أبنائهما في المجالات كافة. حيث عقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وأخوه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر جلسة مباحثات رسمية بمقر الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة. وفي مستهل اللقاء أعرب صاحب السمو الأمير عن شكره لجلالة السلطان على تلبية جلالته الدعوة، معرباً عن ترحيبه البالغ بجلالته في بلده الشقيق ومتمنياً له وللوفد المرافق طيب الإقامة. من جانبه عبر جلالة السلطان المعظم عن خالص شكره لأخيه سمو الشيخ أمير دولة قطر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما تم بحث آفاق التعاون الأخوي المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل دعمه وتطويره في مختلف المجالات بما يحقق آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين، كما تم استعراض الأمور ذات الاهتمام المشترك. عقب ذلك عقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخوه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظهم الله جلسة مباحثات مغلقة. هذا وشهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وأخوه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر توقيع 6 اتفاقيات تعاون في مجالات الجانب العسكري وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال والعمل والاستثمار والسياحة والفنادق والنقل البحري والمواني، وذلك بمقر الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة. وقع اتفاقية التعاون العسكري بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة قطر من الجانب العماني صاحب السمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، فيما وقعها من الجانب القطري سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع. كما تم التوقيع على اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، وقعها من الجانب العماني معالي السلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، فيما وقعها من الجانب القطري سعادة علي بن أحمد الكواري وزير المالية. كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم بين وزارة العمل بسلطنة عمان ووزارة العمل بدولة قطر في مجال العمل وتنمية الموارد البشرية، وقعها من الجانب العماني معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، فيما وقعها من الجانب القطري سعادة الدكتور علي بن سعيد بن سميخ المري وزير العمل. ووقع الجانبان اتفاقية تعاون في مجال الاستثمار بين جهاز الاستثمار العماني وجهاز قطر للاستثمار، وقعها من الجانب العماني معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، فيما وقعها من الجانب القطري منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار. كما تم التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال السياحة والفنادق، وقعها من الجانب العماني معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، فيما وقعها من الجانب القطري منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار. ووقع الجانبان اتفاقية في مجال النقل البحري والمواني، وقعها من الجانب العماني معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، فيما وقعها من الجانب القطري منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار.
كما تبادل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخوه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة حفظهم الله بالديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة الأوسمة، ومنح جلالته أيده الله صاحب السمو الأمير وسام عمان المدني من الدرجة الأولى، والذي يعد أحد أرفع الأوسمة العمانية ويمنح لملوك ورؤساء الدول الذين ترتبط دولهم بعلاقات متميزة مع سلطنة عمان، فيما منح أمير دولة قطر جلالة السلطان المعظم وسام سيف المؤسس للشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، والذي يعد أرفع الأوسمة القطرية. وتكريما لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، أقام صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة مأدبة غداء رسمية بالديوان الأميري على شرف أخيه جلالة السلطان المعظم، وذلك بمناسبة زيارة جلالته لدولة قطر. وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم أيده الله قد وصل إلى دولة قطر الشقيقة في زيارة دولة تستغرق يومين، فلدى دخول الطائرة السلطانية أجواء دولة قطر رافقتها الطائرات الحربية التابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية، ولدى وصول جلالته عزه الله مطار الدوحة الدولي كان أخوه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في مقدمة المستقبلين والمرحبين بعاهل البلاد المفدى عند سلم الطائرة، كما كان في الاستقبال سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لأمير دولة قطر وسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية وسعادة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وسعادة عبد الله بن خليفة العطية وزير الدولة رئيس بعثة الشرف وسعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري وسعادة السفير الشيخ جاسم بن عبد الرحمن بن محمد آل ثاني سفير دولة قطر المعتمد لدى سلطنة عمان. وبعد استراحة قصيرة بقاعة الاستقبال استقل جلالة سلطان البلاد المفدى يرافقه صاحب السمو الأمير الموكب الذي أقلهما إلى الديوان الأميري بالدوحة، حيث أجريت لجلالته مراسم استقبال رسمية. فقبيل دخول الموكب المقل للقائدين إلى الديوان الأميري
اصطفت كوكبة من الخيالة والهجانة على جانبي الطريق ترحيبا وابتهاجا بمقدم جلالته الميمون. وفور وصول الموكب إلى ساحة الديوان الأميري، اصطحب صاحب السمو الأمير أخاه جلالة السلطان المعظم إلى منصة الشرف، حيث عزف السلام السلطاني العماني والنشيد الوطني القطري. وتفقد جلالة سلطان البلاد المفدى حرس الشرف الذي أدى التحية لجلالته. Thank you.
بعدها استقبل جلالته أيده الله كبار مستقبليه من الجانب القطري مبادلا إياهم السلام والتحية. فيما استقبل صاحب السمو أمير دولة قطر أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة عاهل البلاد المفدى مرحبا بهم في بلدهم الشقيق. زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم أبقاه الله إلى دولة قطر، ولقاؤه بأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تنطلق من أسس ونهج راسخ قائم على جسور الثقة الممتدة والمصداقية المرتكزة على الوضوح والصراحة، وقد أرست أوتادها الإرادة السياسية لقيادتي البلدين، إذ يتكئان على مبادئ الاحترام المتبادل والمنافع المشتركة التي تصب في صالح وخير البلدين الشقيقين وصالح دول وشعوب المنطقة. إبراهيم بن سالم السالمي، موفد تلفزيون سلطنة عمان إلى دولة قطر الشقيقة، الدوحة.